بالعادة الناس بترجع من الغربة محملة فلوس، بتشتري شاليه، بيت، سيارة، ليرتبوا حياتهم لسن التقاعد بعد الغربة الطويلة. أنا قضيت نص عمري بالغربة، بس ما رجعت وجبت مثل ما الناس جابوا. أنا رجعت وجبت معي دودة. أي نعم، دودة. آخر محطة لإلي بغربتي الطويلة اللي قضيت نص عمري برا كانت ماليزيا. قضيت فيها عدة سنين. في يوم من الأيام صديقي ماليزي بيعزمني على مطعم مميز على أطراف كوالالمبور ضمن غابة. هالمطعم بيفتح يومين بالأسبوع بنهاية الأسبوع بس، وعليه ازدحام كتير، كان بده حجز مسبق. وصلنا على المطعم يلي بيقدم فقط جاج ورز مطبوخين بالطريقة بالطرق الآسيوية. كانت من طقوس هذا المطعم إنه يعملوا لنا جولة على المطبخ وعلى المزرعة اللي خلف المطعم. وصلنا ابتدوا يعملوا لنا الجولة، فرجونا على المطبخ، فرجونا على المزرعة يلي هي مزروعة أورجانيك فقط، زراعات طبيعية، وعلى جاج مفلوت بمساحات مفتوحة عم يرعى بشكل طبيعي. واللفت لي نظري إنه في حوض دود كبير عم ينغل فيه دود نغل، كل شوي بيمسكوا كمشتين من هالدود وبيشلحوه بالأرض، وبيجي الجاج بياكل بشراهة ما طبيعية عليه. اللي فسروا لنا إياه إنه هنن بيربوا له الدود على بقايا طعام الزباين والمزرعة والمطبخ، وإنه هالدود كتير بيفيد الحيوانات اللي بتتغذى عليه. الحقيقة هالمنظر ما كان كتير حلو قبل الغداء، بس بقي الموضوع معلق ببالي إنه كيف هالدودة ممكن تكون مفيدة كل هالقد. بعد قراءات وأبحاث عن هالموضوع هذا، علما بأنه أنا ماني أكاديمي بهالمجال، بس عندي عشق للطبيعة بحكم أنه عندي مزرعة قريبة على اللادقية، فمن طفولتي بتردد عليها وصار عندي عشق للطبيعة. هذا اللي كان الحافز أنه خلاني أبحث أكثر ودور على هالدودة وهالحشرة الغريبة. من خلال قراءاتي عرفت إنه هذه الدودة اسمها بلاك سولجرز فلاي، وإنه هالدودة بتاكل كل يوم ضعفين ونص وزنها من النفايات العضوية، يلي هي مشكلة استراتيجية عند دول العالم الأول والدول النامية ودول العالم الثالث. وكذلك تتغذى على يرقات الذباب المنزلي يلي هي بتنقلنا الأوبئة. رجعت على بلدي ومعي جناع عمري كمشتين دود، حطيتهم بين تيابي بعلب شيبس، وجيت وصلت على اللادقية، وكان وما حدا قال لي على الطريق شو معك، الحمد لله، لأنه ما كنت بعرف شو بدي اشرح لهم. هالدودة اللي وصلتها لهون، أنا كنت عامل منها جيلين بماليزيا بحديقة بيتي، وجيت لهون عملت كمان جيلين تانين. ومن قراءاتي عرفت إنه هالحشرة موجودة ببيئتنا، فعملت لها أنا جذب وعملت كمان منها جيل. ولأتأكد من المعلومات قبل ما أنشرها بمجتمعي، جبت قطيع دجاج صغير وصرت ربيه عليه. طلعت عندي النتائج، جيل صحته كويسة، إنتاجه ونوعية إنتاجه كتير مهمة. هالحشرة مثل باقي الحشرات إلى دورة حياة، ذبابة بيضة يرقة وبترجع نفس الدورة. دورة الحياة تاعيتها بتمتد من حوالي 3 شهور ل 6 شهور حسب البيئة المحيطة فيها. كذلك هالذبابة شكلها نوعا ما مثل الدبور، بس هي بنفس الوقت
مسالمة جداً جداً. هالذبابة بتعيش بعيد عن السكن، لذلك نحن ما منلاحظها، ما بتحب التجمعات السكنية، بتعيش بالمناطق يلي فيها ريحة تعفن وريحة تخمر، وبتدور فقط على هالريحة كجاذب لإلها من شان تحط بيضة عليه ويفقسوا أولادها ويتغذوا ويمشوا بهالدورة الحياة. حقيقة الدراسات يلي طلعت عنا لهالدودة بتقول إنه جسمها بيتكون من حوالي 45% من البروتين و15% من الدسم ومجموعة من الأحماض الأمينية والفيتامينات يلي بتنفع الحيوان اللي بده يتغذى عليها، إن كان مواشي أو أسماك أو غيرها. كذلك في مراكز أبحاث استخرجت منها زيوت عالية القيمة عم تستخدم لمواد التجميل، وصار إلى تطبيقات طبية كمان إنه عم يحطوا، لاحظوا إنه حطوا مجموعة من اليرقات على الجروح المتقرحة المعندة، فلاحظوا بعد عدة أيام إنه الجرح صار عم يتماسل للشفاء بسرعة، وعم اليرقات عم تتغذى على الخلايا الميتة والمفرزات. يعني هالذبابة الحبابة يلي بتاكل بشراها هذه ما إلها جهاز لدغ، وبتعيش بعيد عننا فقط على النفايات العضوية، وما حدا بيحس فيها، بتعيش 5 أيام وبتموت وانتهى دورها. مين مننا بفصل الصيف ما رقد من شباك لشباك منشان يسكروا، منشان ما تدخل علينا روائح الزبالة وروائح النفايات العضوية المتعفنة، خاصة أيام الجبس والبطيخ. الحقيقة اقتصادياً إذا رجعنا لها مردودة على المنتجات الحيوانية عالي، لأنه بروتينها عالي، ولأنه الحكومات بشكل عام يلي بجنوب شرق آسيا كتير مهتمة وعم تساوي دورات وعم تساوي كانت ورش عمل يلي حضرت كتير منها من شان تعلم الناس تسوي هالمزارع صغيرة وكبيرة ومتوسطة. صارت عندي الكم الهائل اللي جبته معي من المعلومات من سفري ومن قراءاتي وأبحاثي، صرت جاهز لحتى أنشره بمجتمعنا وبثقافتنا. الحقيقة يكتر خيره لصديقي الماليزي يلي خلاها لهالفكرة تلمع ببالي وحفزني لأني زيد معلوماتي ودراستي على الموضوع. أنا اليوم على هالمنصة من شان اتوجه لجيل الشباب وحفزه على أنه يكون عنده ثقافة إيجاد الحلول. بعد عدة سنين رح يكون صار بالأجيال الجاية عنا ثقافة إيجاد الحلول، ممكن يكون في مشاكل عنا كبيرة حلولها صغيرة كتير كتير. جيل الشباب لأنه هو الجيل الواعد يلي بده يقوم ببلدنا، يلي بده ينهض بمجتمعنا، وأكيد هو قادر أنه يساوي هالشي هذا. وبقول لهم يا شباب، إذا ما درنا بالنا على بلدنا وعلى بيئتنا ما حدا رح يدير باله لا على البلد ولا علينا. شكراً كثير.